أهلا وسهلا بالجميع. في هذا الفيديو سنقوم بعمل هذا البومبون الجميل لتزيين الشالات التي نود تزيينها بها. ولكن قبل أن نبدأ في هذه الورشة، أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديوهات. للقيام بهذه الورشة فقط نحن بحاجة إلى الصوف الذي سنستخدمه لصنع هذا البومبون وقطعة من الكرتون 10 سنتيمتر. لقد قمت بقطع قطعة من الكرتون 10 سنتيمتر، ومن ثم سوف نلف الخيط. إذا كبر البومبون هو حسب اللفات على الخيط. هنا قمت بمئة لفة حتى كانت هكذا كثيفة كما ترون هنا. إذا سنقوم بمئة لفة على الخيط. مئة لفة على قطعة الكرتون، قمت بقطع الخيط. سنأخذ قطعة من الخيط، سندخلها في وسط قطعة الكرتون كما تلاحظون هنا في الطرف، وسنقوم بربطها ربطة أولى وربطة ثانية كما ترون هنا، ومن ثم سنفلتها من قطعة الكرتون. ومن ثم سنأخذ قطعة خيط أخرى تكون طويلة قليلا، وسنقوم بلفها على الطرف بهذه الطريقة. مع السحب بهذا الشكل. ومن ثم سنربط الطرف الذي بدأنا اللفة به مع الطرف الثاني. بهذه الطريقة، ومن ثم سنسحب القليل من الخيوط على العقدة هكذا. كما تلاحظون هنا. والآن سنقوم بقطع هذا الطرف. سنقوم بقطع جميع الخيوط. بهذه الطريقة. سنقوم بجعل الأطراف متساوية بهذا الشكل. هكذا تكونت لدي قطعة البومبون كما تلاحظون هنا. أرجوك أن تكونوا قد استفدتم من هذه الورشة البسيطة الجميلة لقيام بهذه البومبون. شكرا على حسن متابعتكم. إلى اللقاء في فيديوهات قادمة.